يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا شاب أفكر دائما بفعل المنكرات العظيمة في قلبي، ولكن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب ما في نفسي من هذه الوساوس والخطرات، ولكن سرعان ما تعود فأجاهدها. هل هذه الوساوس والخطرات وهذا التفكير أكون آثما عليه؟ لا، لا تكون آثما عليه، عليك بمدافعته والاستعاذة من الشيطان، ويعينك الله عز وجل. وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فوساوس النفس لا يعذب الإنسان عليها ولا يؤاخذ عليها حتى يعمل بها أو يتكلم بها. نعم.